مرحبا بكم في هذا الشرح الجديد حول تنصيب منصة النوت جي اس على نظام الاشتغال يونيكس اوبن بي اس تي. فنظام اوبن بي اس تي من الأنظمة الأكثر أمانا في العالم نظرا لاحتوائه على عدد قليل من الفيلنرابيليتي. من جهة فهو غير معروف كثيرا عند العامة وحتى الخاصة والناس المتخصصة في مجال الحواسيب والتقنية، فهو نظام غامض نسبيا. وفي هذا الشرح سأعلمكم كيفية تنصيب هذا النظام ومن ثم تنصيب منصة النوت جي اس واستخدامه كخادم لتطبيقات الويب. الخطوة الأولى هي الضغط على داونلود واختيار المعمارية الخاصة بكم. إذا كان حاسوب 32 بيت تختارون هذه النسخة، إذا كان حاسوب 64 بيت هذه النسخة، ومن ثم تستطيعون استخدامه على حاسوب حقيقي أو حاسوب افتراضي مثل هذا الشرح. نضغط على Create New Virtual Machine، نختار الايزو الخاص بأوبن بي اس تي، نختار أدر فهو ليس بلينكس ولا بفري بي اس تي ولا ويندوز. نركز على كستمايز هاردوير والمعالجات نضع 4. نضغط على اي كبيرة لانستال ونكتب FR في الكيبورد لايوت لاني من مستخدمي كيبورد الازرتي. اوكي، الان ساكتب FR بالنسبة للكيبورد. الهوست فهو سأكتب اوبن بي اس تي نوت جي اس. نختار تي اس بي بالنسبة لي الشبكة ونون دان. كلمة المرور الخاصة بالروت، الآن يسألنا إذا كنا نريد تفعيل الـ SSH. نعم، أما بالنسبة لخادم إكس فلا نحتاجه. يطلب مني إذا كنت أريد إضافة مستخدم آخر غير روت نو، وسأكتب يس بالنسبة لإمكانية ترك الـ SSH والروت، يعني استخدام الروت للدخول على الـ SSH. سأكتب يس بدل نو. هنا القرص الصلب سأكتب W لهول، يعني استخدام كل القرص الصلب، ونتركه Automatic Layout. في حالة عدم الموافقة مثلا تريدون سلاش يوزر أكبر من سلاش هوم أو سلاش هوم أصغر من سلاش فار، تستطيعون تغيير هذه الأشياء. لأن OpenBSD كل مجلد فهو عبارة عن Partition. الآن يقوم بعملية البارتيشن، يسألني عن مصدر التنصيب فهو CD مجلد التنصيب. سأكتب done. يطلب مني إذا كنت أريد تفقد هذه الباكيج قبل التنصيب سأكتب
يس لأني لا أريد تفقدها. الآن يبدأ التنصيب. فالبيسدي فهي النواة، والبيسدي ام بي النواة متعددة المعالجات، والبيسدي بوان نقطة ار دي فهو الرام ديسك، البيز 64 هي قاعدة التطبيقات، والكومب 64 فهو جي سي سي والأدوات الخاصة به. قم بإعادة تشغيل الآلة. فأوبن بي اس دي فهو يونيكس وليس اليونيكس. مئة وواحد وثلاثون. أوكي. بعد انتهاء الإقلاع سنقوم بتمرير هذه النافذة إلى الفضاء الرابع. مرحبا بكم في اوبن بي اس دي ملتي كيرنل. نقوم بالبينج كما تلاحظون فالإنترنت فهي متواجدة. الآن ما علينا سوى القيام ب باكيج اد لي اوبن بي اس دي. فرغم ان الاوبن بي اس دي غير موجود في لائحة الانظمة المدعومة على النود، فالمطورين قاموا بتعديل نسخة فري بي اس دي لتشتغل على الاوبن بي اس دي. فالاوبن بي اس دي والفري بي اس دي فهما متشابهان الى حد ما من حيث النواة وطريقة تشغيل التطبيقات. تقومون بباكيج add node. مميزات، سأتكلم بعض الشيء عن مميزات اوبن بي اس دي. ما
مثلا تطبيق اوبن بي جي بي دي فهو روتر حر المصدر موجود على نظام اوبن بي اس دي فهو رائع جدا قمت بالتعامل معه. هناك ايضا روتر المسمى باوبن او اس بي اف فاوبن او اس بي اف دي هو احد الروتورات المفتوحة المصدر التي تشتغل على نظام اوبن بي اس دي بالدرجة الاولى وتم حملها ايضا الى فري بي اس دي والنت بي اس دي. تستطيع تفقد هذه الاشياء ريثما يتم تنصيب منصة نوت جاز مثلا اوبن او اس بي اف دي او اس بي اف دي مان او اس بي اف دي OSPFD هو روتور خاص بالـ OSPF وهي امبليمونتاسيون خاصة بالـ OpenBSD. هناك أيضا بروتوكول OpenEGRP Open OSPF هناك العديد من بروتوكولات الروتاج المدعومة في OpenBSD IGRP فهي امبليمونتاسيون مفتوحة المصدر لهذا البروتوكول IGRP OpenBSD. هو بروتوكول روتاج خاص ب سيسكو فهي امبليمونتاسيون مفتوحة المصدر. هناك ايضا هذا ال LTP فال LTP يقوم بتوزيع معلومات عن عدد الشبكة لكي تتعرف عليه الآلات الأخرى Label Distribution Protocol. هناك ايضا الريب ريب جي خاص ببروتوكول ريب فا اوبن بي اس دي هو جيد جدا بالنسبة للروتر ويتوفر ايضا على البي اف باكيت فلتر باكيت فلتر اوبن بي اس دي فا بي اف سنس الفايرويل المعروف فهو مبني على بي اف الخاص ب اوبن بي اس دي فهو واجهة ويب ل اوبن بي اس دي بي اف. نرجع الى الدرس الخاص بنا حول تنصيب منصة نود على نظام اوبن بي اس دي. نكتب تعليمات نود كما تلاحظون اوس بلاتفورم فبلاتفورم هي اوبن بي اس دي.
simple web server. لا أريد إضاعة وقت في كتابة هذا المثال. وقلت لكم فعندي مشكل في الكوبي والباست على هذا اللابتوب. هنا سأرسل هلو نوت جيس فروم بهذه الطريقة. اوكي نعم، نضفت فقط OS في البلاتفورم فهي OpenBSD كما تلاحظ. فOpenBSD هو نظام كبير ومتشعب، ودرس واحد غير كافي لي الإلمام بجميع جوانب هذا النظام. فالهدف الأساسي من هذا الدرس هو تعلم كيفية تنصيب OpenBSD وتنصيب منصة Node.js وتشغيل خادم صغير. أمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.